بسم الله الرحمن الرحيم. هذه حملة كتنظمها مقاطعة زواغة، هي مبادرة طيبة من المقاطعة اللي كتشمل هاد المقاطعة كلهم. إذا أنا كنمثل حي التازي كرئيس ودادية، كنشكر المقاطعة على هاد الحملة هذه، ومبادرة طيبة الحمد لله، لأن نزلوا فيها جميع الوسائل، من عمال، من وسائل، من جرافات، من شاحنات. هذه مبادرة طيبة، كنتمنى باش تستمر بحال هكايا مرة، لأن الكل يعني كنبغيو أن البيئة تكون صراحة بيئة نقية، ونحن كمجتمع مدني كنتمنى على أننا الثقافة تعمل الجميع، وبهذا كنكونوا ساهمنا جميعا، لا من مقاطعة ولا من ساكنة، باش كنساهموا في هاد الحملة. وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله.